بوات يمشي للبوات انتيريم من غدوه يمشي يمشي لبول امبلوا يمشي لبيرو الشغل يمشي لبيرو الشغل من غدوه يصبح اون شوماج ما تخدمش. هو يحسبها يقول لك انا نعدي له فورماسيون يخرج يخدم خير من اللي نخليها عام وياخذ في السالير. نهار اللي مثلا انت مثلا تبدا بتحب تعمل فيمو تلقى عندك سولد هذاك تنجم انت بالسولد هذاك تعديها بلاش فيمو ريجيونال ابارتير من 2400 2500. بالنسبه للشوفير 2400 باش تجي قد قد خويا. انت عندك سولد نتاع شوماج خرجت شوماج مع شعينك فيها الخدمه تحب تعمل نامبورت كل فورماسيون مش كان نامبورت كل يعملوا لك الفورماسيون ديريكت. اما ناس تقبل حتى دي ستاجير زاد كيفوت عليك عام ماش نجم تبدل برمي صحيح فهمتك يتوشي 83 86 87. يا سيدي قلنا السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. الفيديو نتاع اليوم من باريس معنا زميل من تونس باش يحكي لنا على الخدمه في باريس. هو شوفير روتيل هنا باش يحكي لنا على الخدمه على الاجواء اللي هنا في باريس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم مختار عبد اللوي 32 سنه من تونس من قابس تحديدا مطمطه. نشرفوا بيك وباهل قابس خويا. عايشك. شوفير روتيل في باريس عندي توا 4 سنين. اي نخدم ريجيونال هنا باريس ما نبعدش ديما الاكثريه لهنا باريس. عندك 4 سنين تو في باريس؟ عندي 4 سنين نخدم هنا. كيف جاتك الفكره باش تخدم شوفير روتين؟ انا من اللي عمري 21 سنه في تونس نخدم شوفير سيمي. خدمت في تونس؟ احكي لنا من الاول على تجربتك في تونس. خدمت تجربتي في تونس كانت صعيبه شويه بيان سير. عملتني خديت بيرمي قبل بيرمي خدمت بريسك 3 سنين كونفاير. خدمت كونفاير. خدمت 3 سنين كونفاير في شركة معروفة في تونس. بعد تالي خرجت من الخدمة هذيك مشيت عديت بيرمي على روحي. جاتني صعوبة شوية في الأول ما تعرف اكسبيريونس وكذا. لقيت شركة قبلوني على أساس شوفير توريزم. دخلت معهم شوفير توريزم بقيت. شو نوع الخدمة اللي كنت تخدم فيها؟ نخدم أول خدمة خدمتها في تونس بانا. خدمت على البانا؟ على البانا وي. خدمت على السيمي ومن بعد تالي السيمي الاول ومن بعد تالي الويت باركات. فهمتك. وشنو نوع السلعه اللي ديما كنت رمل جرافي اكسيتيرا فهمتني. وقعدت تخدم في تونس حتى قداش؟ قعدت نخدم في تونس حتى 2018 حتى شي 2018. وي فوالا. ومن بعد معناها من اللي بديت من اللي طلعت من اللي انت في تونس انت تخدم شوفير روتين. اللي نخدم في تونس. كيفاش جاتك الفكره باش تخدم شوفير روتين في تونس؟ والله غرام من الصغير. انا الوالد الله يرحمه كان شوفير حتى هو فهمتني. ما من اللي كنت صغير نطلع معاه نمشي معاه تبناك الغرام عرفتها كيف. من اللي صغير نحب الكماين نحب الجو نحب كذا فهمتني كيف. حتى خدمه كي نخدم فيها نحس روحي فرحان ما نتعبش. خاطر انت واخذها بغرام خاطر حبيتها من عند الوالد معناها. كي كنت صغير كنت تطلع ديما مع الوالد في الكاميون. فهمتني. كي نخدم الخدمه هذه ما بدنيا نتعب اما في مخي ما نتعبش. في مخك ما تتعبش. ما نتعبش ديما فرحان. وتطلع مع الوالد سفرات بكري كنت صغير. تهبط معاه وتسفر. جربه وما قبل لي فهمتني. ديما معاه خاصه العطل ما نقراوش ديما معاه. فهمت. كل ولد كان يخدم على البنك ولا؟ نو يا الوالد كان يخدم سيتيرنا. كان يخدم سيتيرنا. كربيرون. كربيرون. سي بيان. فهمتني. فوالا من وقتها بدا الغرام. فهمتني. فهمت. كبر معنا. وكي طلعت لهنا في فرنسا احكي لنا كي طلعت من تونس لفرنسا كيفاش عملت للبرمي نتاعك؟ كيفاش بدلت البرمي؟ شنو عملت بالضبط؟ انا كي طلعت المره الاولى طلعت فيزا توريستيك معناها فما شيء. ومن بعد تالي خويا بشوي بشوي تتريق الامور تتريق بعد ما تتريق الاوراق يتريق البرمي ويتريق كل شيء. تنجم تجيب برمي من تونس. وتبدلوا لهنا فاسيلمون. يتبدل البرمي التونسي بشرط تكونوا معناها يلزم يكون تاريخ اصدار رخصه سياقه قبل الاقامه. قبل ما الاقامه ويلزمك في العام الاول معناها تاخذ الاقامه بعد كي يفوت عليك عام ما عادش تنجم تبدل البرمي. فهمتك. فهمتني. هذا في فرنسا احكي في فرنسا. ومن بعد الفيمو. ومن بعد تعدي فيمو على روحك وتركح امورك وتشد تخدم على روحك. خدمه مطلوبه في فرنسا. والفيمو قداش يتكلف لهنا تو في باريس حسبك رايك؟ لهنا في باريس يتكلف من 1800 حتى ل 2000 وفما شكون يخدم فيه ب 2500. معناها من 1800 ل 2500 اورو ويتعمل في اوتو ايكول ولا في سنتر دو فورماسيون ولا يتعمل منه منه؟ سنتر فما الاوتو ايكول وفما سنتر فورماسيون خاص بالفيمو برك. خاص فما دي اوتو ايكول يعملوا فيمو زاد. يعملوا الفيمو والاسواق معناها تمشي انت والاوتو ايكول. وفما برشا حاجات اخرى كي تبدا انت خادم عندك كيما نقولوا احنا لهنا في فرنسا موجود
كيفاش يقول لك سولد سولد دي فورماسيون تي فوا. اها فهمتني، قد ما تخدم انت ديكلاري قد ما السولد هذاك نتاعك يطلع. فهمتك. نهار اللي مثلا انت مثلا تبدا بتحب تعمل فيمو تلقى عندك سولد هذاك، تنجم انت بالسولد هذاك تعديها بلاش فيمو. جراتوي. انا نعرف شكون عداها جراتوي. باهي، قبل ما نكملوا نحكيوا على المسيره نتاعك، بلي خاطر فما برشا من الزملاء ومن المتابعين في الصفحه ديما يسالوا، يحبوا ياخذوا شويه افكار شويه معلومات جينيرالمون. برشا قالوا لي اسكو صحيح في فرنسا كي تلقاك كون شوماج معناها بطال وما عندكش البيرمي تحب تعمل البيرمي، اسكو تنجم تعمل البيرمي على حساب بيرو الشغل على حساب الدوله؟ وكيفاش الاجراءات؟ وي كي تبدا عندك انت مثلا نقولوا احنا عندك عام شوماج. أي. هذا حسب ما نعرف انا خاطر ما جربتش. فهمتك. فهمتني. يبدا عندك عام شوماج كنت تخدم مثلا نقولوا ريستوراسيون، فديت تحب تبدل دومين، تحب تخدم شوفير روتير، تمشي للبول امبلوا تقدم تقول لهم نحب نعمل فورماسيون، تمشي للبول امبلوا تقدم تقول لهم نحب نعمل فورماسيون. شنو هي الفورماسيون؟ يقول لك كذا. هو شنو يحسب؟ هو باش يعطيك مثلا نقولوا سالير وانت اون شوماج ما تخدمش، هو يحسبها يقول لك انا نعدي له فورماسيون يخرج يخدم خير من اللي نخليها عام وياخذ في السالير. فهمتك. هو ياخذ في الشوماج. كيفاش؟ فهمت. معناها تنجم تعدي رخصة السياقة على والفيمو كيف كيف زاد تنجم. هي ريتا كيفاش تطلبها انت باش يعطوها لك فورفي كاملة. باكي كاملة. فورفي كاملة. ما يعطيكش هو بيرمي دو كوندوي ويخلي لك الفيمو. الفيمو. نو. فهمتك. فهمتني. فهمتك. تعديها كامله فورفي كامله. فورفي كامله واضح. باهي كمل خويا احكي لنا على المسيره نتاعك كيفاش. اعطينا ساعه اعطينا دوك بعد كي طلعت لهنا وركحت الامور وركحت الامور الكل وعملت الكارت كونديكتور نتاعك وطلعت تخدم. احكينا على الخدمه نتاعك. اسكو تخدم انترناسيونال ناسيونال ريجيونال؟ شو نوع الخدمه؟ نخدم جات شوي مرات هكا خدمت ناسيونال، مي الباقي كله باريز، ضواحي باريز ومجاورها. مجاورها فوالا. نخدموا ريجيونال. وي نخدم فريغو. خدمت برسك حكايه 7 8 شهور باشي 2019 2020 جي بونس. الباقيه كلها فريغو. نعمتني. نخدموا الاكثوريه معروفه الشركه نخدموا مع ستيف. نعمتني. فوالا معناها ما ستيف ديما راه صحيح ما شركة عالمية برسك معناها. فهمتني. نخدمو زادا مع كارفور. فهمتني. تمشي مثلا دوزور دي ماتا تروازور دي ماتا وتهزو. سامحني قصة على حديثك. تهزو خضرة غلة هكاك؟ وي توسكي اليمونتيغ. توسكي اليمونتيغ. بالنسبة لي أنا فريغو نخدم توسكي اليمونتيغ. والديليفري معناها كي نقولوا احنا في السوبر ماركت معناها السوبر مارشي. وي مع كارفور ديليفري سوبر ماركت. وي اوكي ديليفري سوبر ماركت يعطيوك 3 كليونات 2 كليونات وفي النهار فوالا هذاك اش حبيت ناسك في النهار قداش من كليون هكا ابري سا ديبون من الى 3 فهمتني ساعات 4 كي يبداو قرابه كذا بعضهم فهمتني بين 3 ولا 4 في النهار زوز ساعات تولي فيها دوزيام فواياج فهمتها كيفاش اوكي زوز ماغازانات يولي فيها دوزيام فواياج فهمتني فهمتك تروا ماغازان سي بون فهمتني وكيفاش معناها الشارجمون وديشارجمون اسكو معناها عندك انت ترونسباليت عندك ترونسباليت الكتريك مش شركه نتاع ترونسبور نتاعنا اللي هو مثلا عارفي انا اللي لازم يوفر ترونسباليت الكتريك فهمتك فهمتني انا اللي نشارجي وانا اللي ندي شارجي انت تشارجي ودي شارجي كيفاش بون باش نشارجي كيفاش نشارجي باش نشارجي باش نفهم انا سلعتي سيلوكال انا هي ماغازان تحبس فيها السلعه هذه وانا فهمتها كيفاش خاطر تبدا عندك تروا كليون في 33 باليت فهمتني تلقى واحد عنده 10 الاخر عنده 12 فهمتها كيفاش فهمتك باش تفهم انت سلعتك بون اوبليغاتوار باش تشارجي انت فهمت وديشارجمون تقاري على الكي سوا كي سوا باللايون فهمتك فهمتني واعطينا تو السالير جينيرالمون برشا معناها من الزملاء يحبوا ديما يعرفوا مثلا نحكيو اعطينا نحكيو على باريس مش على فرنسا في باريس اعطينا السالير من الى قداش تخدم مثلا ريجيونال جوست ريجيونال باريس ريجيونال ابارتير من 2400 2500 فهمتك ومثلا لي سوسيتي اللي موجودين في باريس اللي يخدموا مثلا ناسيونال انترناسيونال عندك شي فكره موجودين وي عندي تو انا نعرف شكون يخدم ناسيونال
يتوشي 3.8 3.6 3.7 3700 كيك. فهمتني؟ وسؤال تو مهم ياسر، خاطر احنا نحكيو على نحكيو تو على الفلوس قداش معناها الشهريه، لكن معناها لازم ديما نقارنوا نيفو دفي بوفوار داشا. اعطينا تو مثلا نقولوا احنا يخدم شوفور روتي ريجيونال ياخذ في 2400 يورو، اسكو 2400 يورو ساتيسفي ديكوفري له معناها كي نقولوا احنا لي بيزوان نتاعو والشارج والكري والماء والضوء، خاطر راهو ماك تعرف ساعات صعيب باش تقارن بين الدول حتى بين المدن، تفرق معناها مش كينا مثلا باريس مش كينا مارسي مش كينا ليون مش كينا نيس. نحب نعرف انا في باريس شوفور مثلا اكزومبل ريجيونال ياخذ في 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 السالير مثلا الاقل هو 2400، اسكو 2400 تعمل معناها ساتيسفي البزوان ولا لا؟ توفي بالغرض ولا لا؟ بالنسبه لباريس، باريس معروفه اللي هي غاليه في كل شيء، ومع الاشهر الاخرين ماك تعرف كريس بارتو، فهمتني؟ كل شيء غالي، فهمتني؟ بون بالنسبه للشوفير 2400 باش تجي قد قد خويا، باش تجي قد قد. قداش الكري ابري؟ الكري خويا الغالي ابارتير من 900 ميل يورو انت وعائلتك. هذا نحكي لك عائله، انا فامي مثلا زوج صغار و اقل حاجه 900 يورو، ما فماش اقل حاجه 900 يورو باش يقدم مثلا فكل السكن نتاع الدوله وكذا يستنى. فهمتها كيفاش؟ مي باش يكري هو على جيبه معناها نتاع باش يكري دار نتاع عائله، ما اقلش امبوسيبل اقل من 900 يورو خويا. معناها 2400 كانسان مثلا عنده بتيت فامي، عنده عائله صغيره، معناها تجي قد قد. تجي قد قد خويا. قد قد. صدقني تجي قد قد بالمصروف بالواي بالكورس بكلش تجي بالضبط. والمعيشه في باريس غاليه بصفه عامه في كل شيء، معناها نحكيو حتى على كي تمشي تقدم المكازان. بيان سير غالية زاد. نعم. غالية وحقيقية. مقارنة برشا بلايص أخرى لهنا في فرنسا غالية. أعطينا الحياة، العيشة كيفاش في باريس؟ عيشة خويا ريتم. ديما يقولوا لي ستريس. ريتم خويا قوي ما شاء الله. ريتم قوي. فما ناس تجي من البلاد يقول لك شخويا شباه الناس ديما تجري هكا، شباه الناس ديما هكا، فهمتني؟ هذيك باريس. توا احنا مثلا كيما بوم مانيش باش نقارنوهم، مي كيما تونس العاصمة مثلا. فهمت. حتى تونس العاصمة فيها خويا ريتم ناس تخدم على روحها. علاش؟ هذه هي باريس، باريس هي العاصمة. اللي باش يجي لباريس راهو جاي باش يخدم على روحه. فهمتك. وفما برشا شركات توانسة موجودين. موجودين برشا وي. معناها نحكيو شركات، نحكيو على الترونسبور. وي فما شركات ترونسبور توانسة ويخدموا. يخدموا. وتعرف برشا من الجالية التونسية يخدموا. ما شاء الله. عندنا برشا توانسة وبرشا تزيرية وبرشا مغاربة ما شاء الله. فهمتني؟ وبريسك هما اللي خاصة في باريس هما اللي شادين، هما اللي بريسك هما اللي قايمين، هما اللي قايمين زاد الجاليه كي نقولوا احنا التونسيه والجاليه، خاطر فما مثلا برشا شوفره مثلا يحبوا يخدموا توانسه ولا كسواتزيريه ولا مغاربه، هما اللي قايمين بعضهم. يرحم والديك فوالا. فهمتني؟ فوالا فهمتني. فما خدمه، فما الخدمه مطلوبه، خدمه الشوفير زاد اخويا مطلوبه. تو في باريس دائما مطلوبه ولا؟ مطلوبه. معناها الانسان يتقى سيخ ذا البريمي نتاعو عنده فيمو يحب يخدم يلقى خدمه غدوه يصبح يخدم. اعطينا كيفاش برشا تو يبعثوا لي ميساج صباح يقولوا لي خويا والله انا راني عندي برمي عندي فيمو نعيش في باريس نحب نلوج على خدمه، كيفاش نلقى خدمه؟ اعطينا انت كيفاش الحلول، كيفاش يعمل باش يلقى خدمه؟ شنو لازم يعمل بالضبط؟ يمشي لبول امبلوا، يمشي لبيرو الشغل، يمشي لبيرو الشغل من غدوه يصبح يخدم. معناها يمشي، هذه معلومه مهمه ياسر، معناها البوات يمشي للبوات انتيريم من غدوه يمشي يخدم. الانسان اللي عنده برمي وعنده فيمو واوراقه الكل كامله وعنده كارت كوندكتور يلوج على خدمه وما لقاش خدمه، يمشي البيرو دومبلوا اللي هو بيرو الشغل، يقول لهم راني انا معناها عندي ورقيه ونحب نخدم ما لقيتش خدمه، هما ياخذوا له نمرو الكونتاكت نتاعو يكلموه يجيبوا له يكلموه يجيبوا له خدمه خويا. هذه اسهل طريقه وابسط طريقه. اسهل طريقه وابسط طريقه. وفما وفما لي بوات انتيريم. بوات انتيريم شو معناها بوات انتيريم؟ انا بالفرنسي ما فهمتش. معناها كيف ما نقولوا احنا شركات المناوله في تونس فوالا. اها بون، شركه كبيره حاجتها بشوفير، فهمتني؟ مي ما نعرفش انا اون سي دي دي مثلا. معناها قصدك كي نقول على لي زاجونس. لي زاجونس
فوالا تو فهمتك شو تقصد. معناها فما فما لي زاجونس تعمل كونترا، تعمل كونترا معاهم هما مش لي زاجونس دي ريسورس مان. معناها تمشي للاجونس تقدم لهم تقول نحب نخدم، هما يكونتاكتو بشركه اخرى عندهم لي بورسونتاج نتاعهم، عندهم بورسونتاج نتاعهم. مي انت الفيش دي بي نتاعك والسالير نتاعك تاخذه من عند لاجونس، تاخذه من عند الاجنس ومن عندهم، معناها هما عند السوسيتي اللي باش تخدم فيها. فهمتني؟ موجوده حتى في بولندا موجوده. هذوكم زاد اخويا يدبروا في برشا خدم، فهمتني؟ صحيح ياخذوا بورسونتاج اقل اما يدبروا في الخدم. باوي معناها انسان متعوق في باريس يحب يشد يده ويخدم ينجم يمشي له. هاي سيدي عندي مثالا، مرة اللي فاتت كلمني واحد تونسي عنده شركه، مشيت حكيت معاه على اساس باش نخدم معاه وما تفهمناش. فوالا قال لي عملت في 5 ديبارتمون نتاع باريس، عملت فيهم في البول امبلوا ديموند في شوفير والكلهم زيرو. فهمت؟ الكلهم عندهم حتى شوفير. فهمتني؟ 5 ديبارتمون نتاع باريس مال، معناها لازم بيزوان زاد حاجتهم، حاجتهم خاصه بالشوفره اكثر حاجه مطلوبه هي ليبيس ولا معناها تويكيه كي نقولها نحط النقاط على الحروف. يقول عنده البيرمي، عنده الفيمو، عنده كارت كوندكتور، يحب يخدم يمشي يا اما البيرو الشغل يا اما لاجونس بوات انتيريم. كلهم بوات يعرفون انتيريم. اي واحد في باريس وفي فرنسا يعرف بوات معناها انتيريم. بوات انتيريم بوات معناها يمشي يا اما للبوات انتيريم يا ولا للبول امبلوا يا الى البول امبلوا. وفي حاله اخرى نجم في الدار عنده الجوجل والانترنت يزيد نجم يبعث ايميل ميلوات ويكونتاكتيهم وعادي يقبلوا. خويا هذه معلومه مهمه. فما ناس تقبل حتى دي ستاجير زاد، فما عباد اي فوالا هذا سؤال تنرجع له. فما ناس يقبل دي ستاجير يخلي لك معاك ثلاثه جمعات شهر، يخليك مع شوفير 15 جور. معناها مش في كل شركه يقول لك لا لازمك عامين. معناها فما شركات تخدم انسان مازال جديد وتحطه اون دوبل ايكيباج من لو عادي علمو خويا ويوقفوا معاه وعادي جدا. باه معناها يا اما هكا، واذا كان الانسان ما عندوش بيرمي وما عندوش فيمو وهو بطال، فما زاد بوسيبيليتي كونه ينجم يمشي للبيرو الشغل، معناها يمشي للدوله ويقدم معناها باش وقت اللي يبدا هو خادم. فهمتني؟ مش كيفاش خادم فسر؟ معناه وقت اللي يبدا هو خادم خدمه اخرى قبل الـ 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 قبل الـ ما يخرج شوماج. معناه معناه هو كان يلزم يكون هكا وضح لي مليح. معناه لازم يكون خادم خدمه ومن بعد خرج هو شوماج ما بقاش خدمه، ولا هو لازم يحب يلوج على خدمه. شنو نحب نفهمك؟ اللي هو عنده سولد نتاع شوماج. اوكي فهمتها. كيف انت عندك سولد نتاع شوماج، خرجت شوماج ما عادش عينك فيها الخدمه، تحب تعمل نامبورت كيل فورماسيون، مش كان نامبورت كيل يعملوا لك الفورماسيون ديريكت نامبورت كيل. واضح كل شيء واضح وسفاته والخدمه اللي ولا سفا الحمد لله سفا. لا لا لاباس الحمد لله. فما لنا عاد في فرنسا في باريس، في باريس فما توينسا فما لبلبي موجود. انا شفته شنو لبلبي كل شيء لبلبي شباتي ملاوي كل ما تحيرش ما تحيرش. سامدي سوار ولا كذا تمشي تتعشى خويا حاجه تونسيه جوك فيها يمرك. يا خويا يعطيك الصحه على رحابه صدرك. يعطيك الصحه خويا كي جيت حذايا نعاود نفكر اللي صديقي معناها اتصل بيا على الصفحه معناها لقاني هبط ستوري اللي انا في باريس، قال لي نجي يعطي الصحة معناها جاي 70 كيلومتر معناها مش شوية، وأنا ما في باليش اللي هما 70 كيلومتر كان في بالي راني قلت له اقعد في الدار. لا ولا نورمال عادي. قال لي جيتك عزيزة جاي حذايا خويا يعطيك الصحة وبارك الله فيك. كل يوم نشوفوك خويا. يرحم والديك وبارك الله فيك وإن شاء الله معرفة طيبة خويا. يعيشك يا خويا معرفة طيبة. ويعطيكم الصحة أنتم زاد الزملاء ونتقابلوا في فيديو آخر وإحنا تو نمشيو نعملوا قهوة. السلام عليكم. السلام عليكم.